وللحديث عن استمرار الاعتقالات والانتهاكات في العراق معنا عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي الأستاذ عبد القادر النايل. أهلا ومرحبا بك. أهلا وسهلا بك وبمشاهديكم الكرام. ماذا تعني لكم هذه الاعتقالات التي تشنها القوات الحكومية والميليشيات في محافظات الأنبار والتأميم وبغداد ونينوى؟ في أي سياق تأتي برأيكم؟ هي اعتقالات طائفية، وبالتالي هي عودة إلى ما كان المالكي يستخدمه ضد هذه المحافظات، وبالتالي هذه الاعتقالات تندرج ضمن الاعتقالات التعسفية. هدفها الأساسي حقيقة الابتزاز واستمرار دفع الأثاوات من قبل الأهالي لإخراج أبنائهم، وبالتالي هي مادة دسمة للمحققين الموجودين في المراكز الأمنية ومراكز الشرطة لفرض مبالغ مالية جراء تعذيبهم أو انتزاع الاعترافات، وإلا فإنه لابد أن يدفعون مبالغ مالية باهظة للمحافظة على أبنائهم من الإعدامات، وبالتالي أو من الموت داخل هذه المعتقلات جراء التعذيب وانتزاع الاعترافات. وبالتالي هي شبيهة بالسياسات المالكي التي إذا عدنا إلى الوراء في عام 2007 و8 و9 و10 و2011 و12 و13 والذي أنتجت تظاهرات المحافظات الستة ضد هذه الاعتقالات والابتزازات، ولذلك تبقى عملية الطائفية الأساسية في منهجية الدولة ومنهجية الحكومة السوداني هي التي تستمر عليها، بدليل أنه يخرج الفاسدين، وبالتالي هذه السياسات يدلل على أن المالكي هو الذي يقود الجهاز الأمني والجهاز الحكومي بكل قراراته. إلى أي مدى تشكل المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب ضغط أو سيف مسلط نفسيا وقانونيا على رقاب العراقيين خصوصا في مناطق معينة؟ من المؤكد تماما أنه 4 إرهاب استخدم ضد المحافظات السنية وضد المكون السني بالعراق بامتياز، ولذلك سمي على لسان العراقيين بكل قومياتهم ومذاهبهم بأنه 4 سنة، واستخدم لاحقا ضد عدد من الناشطين في ثورة تشرين، وبالتالي هو يستخدم بطريقة انتقائية. هدفه الأساسي حقيقة ابتزاز الناس واعتقالهم وتسويق إلى اعتقالهم، وليس مكافحة الإرهاب بالمطلق، وإلا فكيف يمكن لقانون 4 إرهاب لا يجري على الميليشيات ولا يجري على الذين يخرجون ويهددون ويقتلون وعلى الذين يسرقون وعلى الذين يبتزون وعلى الذين ينتزعون المناطق من سكانها كجرف الصخر وغيرها، ومن الذين هددوا حتى الحكومة نفسها؟ وبالتالي هذا القانون لم يذهب لمعاقبة هؤلاء، وكأنه مخصص لمكون معين من مكونات العراقيين أو لمزاج معين يرفض إيران، وبالتالي كل من يرفض إيران وسياساتها وسياسات هذه الأحزاب فضلا على المكون السني فإنه سيكون ضمن هذا القانون الانتقائي الذي لا قيمة له أمام القانون العراقي. هل تتحمل الحكومة الحالية مسؤولية تصاعد الرفض الشعبي لها، خصوصا إذا ما نظرنا إلى كم الانتهاكات التي ما زالت تستمر يعني قيامها في العراق؟ وإذا كان الجواب نعم، ما الدعي إذن لبقائها؟ الحكومة هي تستمر ولا تتأثر، ولا يريد ولا هي تريد أنها تشعر الناس بأنها تتأثر بهذه الانتقادات، بينما هي حقيقة تعيش مأزق كبير بسبب الرفض الجماهيري. وقد فشل السوداني في عملية تطبيع هذه الحكومة في التهدئة في نفوس العراقيين، ولذلك الأمور تتحرك باتجاه إنتاج تظاهرات قادمة. هذه الحكومة انتهجت سياسة الإفلات من العقاب لكل المجرمين المنتمين إليها، وبالتالي هي حكومة السلاح المنفلت. على هذا الأساس حقيقة فإن زيادة الرفض الشعبي لها من منطلق حقيقة أنهم لا يؤمنون بهذه الحكومة ولا كيف ولدت، لأنها ولدت مشوهة حقيقة من توافقات دولية قالتها بلاد قارس في إحاطتها الأممية بأنها حكومة التسوية بين هذه الأحزاب لحكومة الصناديق والانتخابات. لذلك حقيقة العراقيون يعلمون كذبهم من خلال محاسبة الفساد وسراق صفقة القرض هيثم الجبوري ونور زهير، الآن هم خارج القضبان، وبالتالي من ربما من يدان بمبالغ بسيطة يحكم عليه. فضلا على استمرار الفساد، ارتفاع سعر الدولار، هناك ارتفاع جنوني للمواد الغذائية. إذا نحن أمام حقيقة أزمة هي الحكومة تنتهجها لإيذاء العراقيين، لذلك لا مجال يمكن أن يفكر أحد
بأن هناك فرصة لها أو يمكن أن يقترع بأن هناك إصلاحات أو خيرا يأتي من هذه الحكومة. فلذلك الإطار يتجه أن العراقيون سيعملون على إسقاط هذه الحكومة في الأسابيع القادمة. أستاذ عبد القادر، سابقا كنا نقول إيران متغولة في العراق بمساعدة أذرعها وهي الميليشيات، اليوم بعد أن تمكن الإطار من إنفاذ مرشحه لرئاسة الحكومة بقيادة محمد الشاعر السوداني، إلى أي مدى أصبح نفوذ الميليشيات في العراق؟ إيران تحولت إلى دولة الاحتلال، وإذا ما رأينا تجول أو زيارات أو اجتماعات السفير الإيراني لحقيقة الفعاليات السياسية والاجتماعية والحزبية في العراق، وهو يتحرك بلا موافقة وزارة الخارجية وليس هناك أي مرافق دبلوماسي معه، يؤكد على أن هذه الحكومة هي حكومة بالامتياز تابعة للحرس الثوري الإيراني وللنظام الإيراني، وهي ولادته، ولذلك حقيقة هم يتحركون بهذا الإطار، فضلا على أن السياسات المتبعة لهذه الحكومة كرست، وحكومة الإطار التنسيقي كرست كل المصالح الإيرانية، ولذلك رأينا فتح مكاتب إقليمية للنفط داخل إيران لوزارة النفط، وهذه القضية حقيقة سابقة خطيرة، لكن هذه رسائل تؤكد على أن الإيرانيين يقولون أن هذه حكومة الإطار التنسيقي قد نجحت في إنفاذ احتلال إيران العلني، ولذلك هم يعني اليوم يعترضون اعتراضا مباشرا على تسمية الخليج العربي، وشط العرب بغض النظر عن اسم الخليج، شط العرب في البصرة يعني من مئات السنين بهذا الاسم، لكن هم يريدون أن العراق لا يسمح له أن يخرج من دائرة الاحتلال الفارسي الإيراني له، ولذلك هم حقيقة يريدون أن يمكنون جميع هذه الميليشيات من السيطرة المطلقة على العراق، ولذلك رأيتم وزارات مهمة كوزارة العمل وزارة التعليم العالي تذهب إلى ميليشيات مسلحة في الإطار التنسيقي تعترف بولائها، بل هي تقول أن مرجعية إيران والنظام الإيراني هم أولياء الأمور، وبالتالي يتقلدون مناصب وزارية. إذن إلى أين نحن ذاهبون؟ ذاهبون إلى أن إيران تريد أن تكون هذه الميليشيات هي شبيهة بالحرس الثوري الإيراني في السيطرة على مقدرات الدولة العراقية، لكن الشعب العراقي لن يسمح بهذه المهزلة التي تقودها إيران وتنفذها ميليشيات وأحزاب الإطار التنسيقي. عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي الأستاذ عبد القادر النايل، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا.